صباح الخير لكل من يتابع هذه الفقرة الفنية. نشوى الرويني هي ضيفتي لهذا الصباح، ولكن ليس بصفتها إعلامية، ولكن اليوم نشوى تفتح الباب لكل الجيل الجديد ليكون نجما ربما في هوليوود، ليكون أحد نجوم فيلم ألادن. مرحبا فيك نشوى. أهلا وسهلا، صباح الخير. كيف اقتنع غاي ريتشي أنه يجي يعمل كاستينج لفيلم عالمي لديزني بهاي البساطة؟ عملتي ايه؟ هو مفيش حاجة ببساطة، اتمنى انه يكون الموضوع ببساطة. شوفي، دي تاني مرة اشتغل مع ديزني. اول مرة كانت في بايرتس اوف ذا كاريبيان. المرة دي لما كلموا معايا علشان اكون استشارية في اختيار الممثلين، كان اللي بيتقال كالعادة نريد ممثلين من عمر كده كده، بتقترحي حد؟ اول معركه بتكون طب ممكن نقترح من العالم العربي. فلما قلنا طيب والعالم العربي ليه خصوصيه لازم ان احنا نركز عليه علشان نحاول اكتشاف مواهب من العالم العربي، وبعدين فيلم علاء الدين يعني ده قصتنا، ده صح. عندنا لو سمحتوا لو سمحتوا. فكان الرد الفعل انه ليه لا، العالم العربي كمان يحصل فيه تركيز. فدي كانت اول معركه والحمد لله ربحناها. المعركة الثانية كانت طيب ليه ما يكونش اختيار الممثلين يعني محطة من المحطات تكون أبو ظبي. قالوا لي ليه أبو ظبي؟ مجرد انك تتكلمي عن أبو ظبي الموضوع سلس. ليه؟ صح. لأنه مدينة عالمية، لها ريادة اقتصادية، لها ريادة سياسية، لها ريادة ثقافية، لها ريادة فنية. المتاحف تتكلمي فيها عن أبو ظبي، البرامج المهمة تتكلمي فيها عن أبو ظبي، اليونسكو والتحديات المهمة اللي فازت فيها في مجال مثلا السقارة والتراث الحي إلى آخره أبو ظبي. طريقة التعامل السلسة، طريقة زي ما بيقولوا عندهم في الصناعة يو شيك هاندز، خلاص انت عندما تمسكي بيد احدهم وتخرج الكلمه من فمه فهذا عقد، وده مش موجود في بقيه بلدان العالم بهذه السلاسه. فبدات اجد صدى طيب الى ان حدثت الموافقه في الاسبوع الماضي ولله الحمد على ان تكون ابو ظبي المحطه التي يتم فيها اختيار الممثلين في الشرق الاوسط، وبالتالي اي احد يريد ان ياتي من اي مكان من العالم العربي عليه ان ياتي هنا. سلاسه الحضور واضحه، وابو ظبي تفتح مصراعيها للجميع للحضور والمشاركه. طب يعني اليوم انا بس هيك بستغرب انه بطلي الفيلم اللي هن علاء الدين وياسمينة ممكن يكونوا ممثلين غير محترفين على الاطلاق، يعني على ماذا يراهن جاي وايضا على ماذا تراهنين في هذا الاختيار؟ أنا أعتقد أنه قلبه ميت، لأنه ديزني ده ثالث فيلم يتحول من كرتون إلى فيلم بممثلين، سندريلا ثم الجميلة بيوتي أند ذا بيست والآن علاء الدين. وسندريلا والجميلة والوحش حققوا يعني إيرادات كبيرة، حتى الآن حقق الجميلة والوحش فوق 700 مليون دولار منذ إطلاقه، يعني في وقت قصير جدا. ولكن بممثلين معروفين. جاي ريتشي قال انه يريد ان يراهن على ممثلين غير معروفين، فده معناه انه واحد قلبه ميت، صحيح، اثنين انه واثق جدا من مخرجاته كمخرج، اكيد، ثلاثه انه واثق من ديزني وسمعتها واستوديو كبير يقف خلفه، والقصه ايضا القصه جميله. وبعدين علاء الدين وياسمين شخصيتين في سن صغير، فيعني قلما تجدي ممثلين في هذا السن وبالمواصفات التي يفكر فيها. فهو في اعتقاده الشخصي انه لابد ان يكون في هذا العالم الواسع الفسيح هذه الشخصيات ولم تكتشف بعد. مجرد ان تفتحي الباب وتاخذي المواهب الموجوده في هذا العالم وتضعيها في قوائم، وهذه القوائم توضع عند استوديوهات ديزني، فانت تفتحي الباب لكل هذه المواهب، صحيح، لكي يكونوا موجودين عندهم. يمكن هذا الفيلم لا ياخذ اي احد من هذه المنطقه، لكن هناك افلام اخرى، هناك مسلسلات لديزني، انت تضعي قوائم لم تكن موجوده من قبل لمواهب عربيه موجوده في هوليوود.
هل يجب أن يكون مغني محترف ولا لا يجب أن يملك الأداء الصحيح؟ يعني عم جرب سهلكم الموضوع بس موهبة، موهبة، الموهبة هي الأساس والتدريب عليهم، ولكن الموهبة هي الأساس. طيب شو مواصفات ألادن مبدئيا؟ يعني سن من 17 إلى 25، لابد أن يكون رياضي لأنه المواصفات الجسدية لابد أن يكون قوي لأن في حركات كثيرة، لابد أن يكونوا يتمتعوا بصوت جميل ويعرفوا يمثلوا أو عندهم القدرة على التمثيل. طيب ماذا عن ياسمين الفاتنة؟ لازم يكون شعرها طويل ولا ممكن نبدله بإكستنشن؟ لا خالص، ممكن دلوقتي بيركبوا شعر وبيشيلوا شعر. لا دي مش دي المشكلة، ولكن لابد أن تتمتع بجمال عربي إلى حد ما مش ولا مش ممكن بالضرورة؟ ممكن شقراء تتحول لسمراء، المهم أن ملامحها جذابة، أن تتمتع بجسد رياضي لأنه برضو ستتحرك كثيرا، أن تكون ممثلة يعني تعرف كيف تمثل، وصوتها جميل. هلا العمر برضه بنفس الطريقة من 17 18 إلى 25. نحن نبحث فقط عن علاء الدين وياسمينة إذا لهذا الفيلم اللي هو البطل والبطلة، أهم شخصيتين في الفيلم، ولكن هناك شخصيات أخرى لا نركز عليها الآن، الآن نبحث عن البطل والبطلة. والبطلة عندما نجد البطل والبطلة نبحث عن البطل. طبعا لازم يكونوا بيتحدثوا الإنجليزية بطلاقة شديدة. جاكي بعد النماذج ولا لسه؟ لا جا. طب خبرينا هيك شوي عنا أوضاعهم كيف يعني بكل صراحة. يعني في طبعا نماذج لطيفة جدا، يعني شخصيات في الأربعين ويقولوا عديها يا نشوى، نشوى لا تستطيع أن تعديها، 40 واسعة قوي. في شخصيات تتمتع بصوت جميل جدا يعني مبهر، ولكن اللغة هي عائق. في ناس اللغة رائعة الإلقاء رائع والغناء رائع، ولكن الوزن مشكلة لأنه هيبتدي التصوير في يوليو، فحتى لو رغبنا في أنه نزلي الوزن انقاصه في هذه الفترة القصيرة ما فيش مجال للأسف، ولكن في شخصيات حتى الآن ما شاء الله صوت وشكل وقدرة جسدية رياضية وأيضا لغة رائعة. مين أكثر يعني شو الجنسيات أكثر يلي هيك حسيتي إنه لفتت لك نظرك؟ يعني من وين إجاكي أكثر شيء؟ شوفي حتى الآن ما وردنا من الأردن، وردنا من مصر، وردنا من لبنان، من قطر، من الكويت. يحملون الجنسية الكويتية والقطرية. نعم. رائع. نعم. والإمارات ننتظر عندما أعلننا بالأمس نتوقع من الناس يحضرون من الغد إن شاء الله لمدة أسبوعين، دعوة مفتوحة للجميع وغير محددات الجنسية. يعني رح يكون يمكن لأول مرة أبطال فيلم هوليودي فعليا بعيدا عن ديزني عرب للمرة الأولى يمكن في تاريخنا، صح؟ بعد عمر الشريف يمكن. بعد عمر الشريف نعم، بعد عمرو واكد نعم. أي بعد صح. نعم إن شاء الله بتكمل للأخير، وإن شاء الله بيكونوا أبطالنا نتعرف على نجوم عالميين من عنا يكونوا من هون. شكرا لوجودك نشوى كل التوفيق. الله يخليك. أنا بدعو الناس بس يتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يعرفوا المواعيد للكاستنج أو للاختبارات الأداء في دولة الإمارات العربية المتحدة إمتى والمكان والساعة وماذا يجب أن يحضروا معهم، غير الصورة الشخصية والسيرة الذاتية وما هي الأغاني التي يتدربوا عليها قبل أن يحضروا. خليهم يتابعونا علشان يبقوا حاضرين. طبعا هو حيكون موجود هون، انا رح ورجيه انه هو هون ايميلك. نعم. نشوى.الرويني@disneympp.com. نعم. طيب انا رح نزله هذا هلا على الهواء، ورح نكون موجودين معك كمان بالكاستينج. شكرا نشوى. شكرا لك.